كانت المواطنة نعمة سالم تعيش مع زوجها أحمد وأطفالها التسعة في حياة مستقرة في دير دوبلة بمديرية حيس جنوبي الحديدة. كنا جالسين احنا في بلاد احنا تحت حيس متعززين متكرمين والحمد لله، لا ننقص شيء. وزوجي مع دبابة نارية يخرج يشتغل يجيني الساعة 8 الحمد لله، وكفي على عياله 8. لكن ألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية حولت حياتها إلى جحيم، إذ خرج زوجها بدراجته النارية بحثاً عن رغيف الخبز لأطفاله التسعة، لكنه لم يصل إلى السوق، فألغام ميليشيات الإرهاب الحوثي اختطفت روحه وعاد إلى أطفاله وزوجته أشلاء خبر مروع. شل معاه 2 وخرج الحيس، نزل تحت دار الدوبلة تحت القصر، دعس على لهم افتقر بلهم لا ألغام الذي سوى الحويته. افتقر بزوجي، أتى واحد يخبر احنا ان زوجك عاده لسه حي. نزل الخبر على زوجته وأطفاله كالصاعقة. سارع طفليه زكريا 15 عاما وعامر 13 عاما لإنقاذ والدهما، حملا جثته النازفة على دراجتهما في الطريق إلى المشفى. كان لغم حوثي آخر يتربص بالثلاثة يحولهم إلى أشلاء وجراح غائرة في قلب زوجة أحمد. معي 2 عيال شباب، شل الدبابة الثانية وخرجوا بعد لعبوهم. لما أنا شل أبوهم طلعوا على الدبابة، لفوا بالدبابة كده دقس على لهم. كانوا 3 كلهم ضحايا بسبب الحويتة. تروي المواطنة نعمة كيف زرع الحوثيون لغما بجوار موقد طعام أطفالها لإجبارها على النزوح. أنا شفت بعيني لغم لي قدام البوابة، قلت له لما تلغم لنا قدام البوابة؟ أنا عندي عيال صغار. قال لي لو كنت خايف اخرجي، وأنا أشوفه بعيني لغم تحت عند الموفي وأنا أخبز عند الموفي. غادت نعمة أرملة وأطفالها أيتاما في جحيم التشرد، تكابد أوجاع الفقد والفاقة وأسئلة الفقر واليتم والنزوح. قولي إن زوجك افتقر بلغم وعيالك شلوه تبعوا 2 3 أطن صدمة 3 أيام. كالآلاف من نساء تهامة بعد أن خذلهن العالم رفعن شكواهن إلى الله مبللة بالدموع بعد أن خذلتهن عدالة الأرض، فلن تخذلهم عدالة السماء. أحرموني زوجي وأحرموني عيالي، أرحموني أرحم الراحمين، الله ينتقم منهم، الله ينتقم. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.